ولن رسالة الماستر في موضوع الحكم الذاتي وتقرير المصير هي تدخل في إطار تكوين لمدة سنتين في ماستر الدبلوماسية والمفاوضات الاستراتيجية. كان الهدف هو العمل على تحقيق واحد النوع من التراكم الأكاديمي والعلمي والمعرفي خصوصا في القانون الدولي حول قضية الصحراء المغربية، وبالتالي إيجاد الصياغ الملائمة للدفاع من الناحية القانونية على مشروع الحكم الذاتي ومدى ملائمته لمبدأ تقرير المصير الذي ارتبط بملف الصحراء منذ الستينات، وكان المغرب هو السباق لوضعه في اللجنة الرابعة. الرسالة خلصت إلى مجموعة من المعطيات ذات الدلالة سواء المعيارية أو القانونية لجعل قضية الصحراء المغربية من الناحية القانونية أكثر إقناعا، وكذلك إعطائها ذلك البعد الدولي الذي يستحقه مشروع الحكم الذاتي الذي أصبح اليوم يحظى بمزيد من الدعم وكذلك التأييد من طرف مجموعة من القوى الدولية على الصعيد الدولي، وهو ما سيؤثر لا محالة على القرار الأممي مستقبلاً.